مزيد من التحليل والتوضيح ايضا ينضم الي الكاتب الصحفي او الاستاذ الاقتصاد السياسي الاستاذ الدكتور كريم العمده. دكتور كريم اهلا بك ضيفا كريما على شاشه التلفزيون المصري. اهلا بحضرتك. دكتور كريم، 25 من ابريل من عام 1982 كان تتويجا للعديد من الملاحم العسكريه والسياسيه وصولا للاسترداد الكامل لكامل الارض. ما هي ابرز تلك الملاحم في تقدير حضرتك؟ يعني طبعا احنا يعني بنتحدث عن سيناء الغالية علينا وعلى قلوب المصريين. طبعا يعني يمكن المعارك التي قادتها الدولة المصرية لاسترداد سيناء الغالية وعودتها الى حضن الوطن هي ليس فقط معركة عسكرية وحربية، ولكن كانت حتى ايضا معركة دبلوماسية ومعركة اقتصادية ومعركة في التنمية ومكافحة الارهاب. سيناء الغالية يعني التي تمثل يعني نقدر نقول عليها التي تمثل مناطق مليئة بالموارد الطبيعية، واللي هي يمكن الدولة المصرية بتسعى ان هي تكون محرك للاقتصاد المصري ومحرك للتنمية للدولة المصرية. فكانت معركة التنمية داخل سيناء كانت معركة في غاية الأهمية، لأن يعني احنا كنا بنقول ان احنا كنا يعني بنحارب الإرهاب في سيناء، فكانت محاربة الإرهاب كانت عن طريق التنمية. يعني يمكن احنا شفنا ان سيناء تم الإنفاق عليها بعشرات المئات المليارات من الجنيهات. يمكن هياخدنا المحور آخر الدكتور كريم، وهو أنه الدولة المصرية قامت بضخ ما يقرب من 700 مليار جنيه في مشروعات تم وجاري تنفيذها حتى هذه اللحظات. هل ما يتم على أرض الواقع يعني كافي، أم نحن في المزيد أو للمزيد من ضخ الأموال حتى يتم الاستثمار بشكل كامل ويتم أيضا توطين والحفاظ على سيناء من الطامعين في كل زمان وفي كل مكان؟ طبعا زي ما حضرتك أشرت، مبلغ ضخم جدا، 700 يقترب من 700 مليار جنيه علشان يعني نقدر يعني نحول سيناء إلى منطقة مليئة بالحياة وبالحركة وبالنشاط الاقتصادي وحتى تكون محرك دفع للاقتصاد الوطني. طبعا يمكن كان التحدي الذي كان يواجه الدولة المصرية في سيناء، نحن كنا نتحدث على ثلاث تحديات في غاية الصعوبة أو في غاية الأهمية. يمكن كان التحدي الأول حرية الدخول والخروج أو سهولة الانتقال وربط سيناء بالدولة المصرية أو ربط سيناء بالوادي والدلتا. يمكن عشان كده الدولة المصرية قامت بعمل يعني أنفاق الربط بين مصر بين الوادي والدلتا وبين سيناء. نحن الآن نتحدث عن وجود ثلاث أنفاق في الإسماعيلية وبورسعيد والسويس علشان تسهل وتربط سيناء بشكل سريع وفعال بالوادي والدلتا، وعلشان كمان تكون في حرية للمستثمرين والأفراد والمواطنين إن هم يعني تكون في سهولة في الحركة سواء في نقل الأفراد أو حتى في نقل البضائع والمنتجات من المزارع ومن المصانع اللي بتكون موجود في سيناء إلى الوادي والدلتا والعكس صحيح. كمان كان لدينا تحدي آخر في سيناء ألا هو تحدي المياه. طبعا سيناء ما كانش فيها مصدر من المياه العذبة أو مصدر أو فرع من فروع مياه النيل بيذهب هناك، وكان كده عمل الصحارة، تم عمل مشروع الصحارى العملاق علشان مياه النيل توصل الى سيناء. وبالفعل يمكن منذ اكثر من عام شفنا ابتدينا نشوف ان المياه العذبه وصلت الى سيناء، كمان بالاضافه الى الى الى, إلى مشروع المياه او مشروع الصحارى بالاضافه لصحاره سرابيوم وبالاضافه للتفريعه بالاضافه ايضا لما يتم تدويره من المياه من بحر البقر. لكن لو تحدثنا دكتور كريم عن تحقيق التنميه الشامله في سيناء، وده مر بعدد من المراحل وصولا للحركه الدوبه اللي بنشوفها واللي بنشهدها حاليا، منها طبعا تكثيف جحور الارهاب، ودي كانت المعركه اللي لا تقل اهميه عن معركه التحرير. كيف يعني ترى ذلك بعد ان تم القضاء بصوره كامله على الارهاب وامتدت الايادي الكامله للبناء وللتنميه؟ طبعا مكافحه الارهاب، وزي ما قلت ان هي كانت يعني معركه صعبه، ولكن كان علشان نقضي على الارهاب كنا محتاجين يعني محتاجين نحل او محتاجين نواجه التحدي الثالث الا وهو انخفاض الكثافه السكانيه في مناطق سيناء. طبعا يعني محافظات سيناء كانت تعتبر من اقل محافظات مصر كثافه سكانيه، الكثافه السكانيه في سيناء رغم مساحتها
كبيره منخفضه. يعني احنا لو تكلمنا عن محافظه شمال سيناء على جنوب سيناء يمكن لا يتجاوزوا المليون نسمه، ولو اضفنا اليهم محافظات القناة الثلاث نحن نتحدث في 3.5 مليون نسمة. وبالتالي كانت الدولة المصرية سعت بكل جهد ان هي يعني وضعت خطة او وضعت استراتيجية لتوطين ما يقترب من 9 مليون مواطن في سيناء. وعشان نتحدث عن 9 مليون مواطن يبقى احنا محتاجين ان يكون سيناء لها نصيب من المدن الجديدة، مدن الجيل الرابع. عشان كده تم نقول طرح وتنفيذ وتدشين عدد من المدن زي الإسماعيلية الجديدة ومدينة سلام مصر أو بورسعيد الجديدة، وهي مدينة سكنية اقتصادية عالمية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى بئر العبد الجديدة والشيخ زويد الجديدة. يعني نحن نتحدث عن نصيب جيد أو عدد لا بأس به من المدن الجديدة تم تنفيذها في سيناء علشان تستوعب يعني خطة الدولة المصرية لتوطين ما يقترب من 9 مليون مصري في سيناء، عشان نزيد الرقعة السكانية أو نزيد عدد السكان والكثافة السكانية في سيناء. كان أيضا حتى عمل مدن صناعية جديدة كان هدف واضح للدولة المصرية، فتم عمل أكثر من مدينة صناعية وتدشينها سواء في محافظات شمال او جنوب سيناء. كمان كان على الجانب الاخر المدن الحره او مناطق الحره زي كل ده يا دكتور كريم دفع ان يكون في اشادات دوليه من المؤسسات الدوليه الكبيره واللي اعلنت في موسوعه جينيس للارقام القياسيه انه تم تسجيل محطه بحر البقر كاكبر محطه معالجه على مستوى العالم، ودي واحده من مصادر المياه العذبه في سيناء. ازاي بتقدر طبعا تشوف ده هيساهم في تنميه وعمران والزراعه والاعتماد مشاريع عملاقه في مجال المياه زي ما حضرتك اشرت، سواء محطات يعني محطات تدوير او تحليه الصرف او حتى محطات تحليه مياه البحر، لان كمان يمكن العريش فيها محطات تحليه مياه البحر تقترب من 10 مليار جنيه، بالاضافه الى محطه بحر البقر وحتى ايضا مشاريع يعني اعاده تنقيه البحيرات اللي موجوده وعمل مزارع سمكيه وعمل تجمعات بدويه لاهلينا في سيناء، بالاضافه الى المناجم وعمل تنميه شامله في سيناء. لان زي قلت ان سيناء غنيه بالموارد وغنيه وغنيه بالفرص الاستثماريه الكبيره. كمان حتى يمكن تنوع الفرص الاستثماريه في سيناء بتمتاز، ان انت ممكن يعني تستثمر في مجال الزراعه والصناعه والمصايد السمكيه، بالاضافه الى مجال بالإضافة إلى السياحة. دي كلها فرص استثمارية في سيناء بتشجع المواطنين وتشجع المستثمرين الأجانب والمصريين إن هم يستثمروا في سيناء. كمان أيضا إحنا كنا برضو بنتحدث عن التعليم ومدى أهميته ووجود كليات جديدة وكليات تكنولوجية حديثة أو تدرس برامج علمية لم تكن موجودة كما قبل. عشان كده احنا كنا بنشوف ان كان في بحكم يعني ان يعني سيناء تطل على شبه جزيرة سيناء تطل على البحر المتوسط، وحكم ان الدولة المصرية بتسعى انها تصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي او وصلت بالفعل لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الاسماك، فكانت وجود فروع كليات المصايد السمكية سواء في جامعة العريش او في جامعة السويس، دي كلها جامعة قناة السويس، دي كلها طبعا احنا بنتكلم هنا عن جامعات جديدة وكليات جديدة علشان تخدم التنمية في سيناء. كمان كان جامعة الملك سلمان في سيناء وفي جنوب سيناء في رأس سدر وفي شرم الشيخ وخلافه، ووجود عدد جديد من الجامعات المصرية عشان يخدم أهالي سيناء. ده طبعا كلها يعني مشاريع تنموية كبرى وعملاقة. علشان هو بالعلم يا دكتور كريم، الدولة المصرية لا تتقدم سوى بالعلم وإسناد المهام إلى العلماء الحقيقيين، وهذا ما تؤمن به القيادة السياسية في الوقت الحالي، أن الدولة عازمة وماضية نحو البناء ونحو التعمير ونحو القضاء على الإرهاب في كل مجالاته وفي كل بؤره. سيناء يكفيها فخرا أن تجلى لها رب العزة. شكرا جزيلا أستاذ دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك.